رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا، دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية في حلقة جديدة من برنامجكم رأيك بهمنا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم حول موضوع استيراد اللحوم الجورجية. الخروف الجورجي يخفض أسعار اللحوم المحلية، وضغوطات تمارس على المستثمر الأردني العجارمة. مزيدا من التفاصيل بعد لحظات أحبتي، ابقوا معنا. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي المشاهدين لفضائية الحقيقة، ونجدد الترحاب باللي انضموا لنا من جديد لمتابعة برامج الحقيقة الدولية. وزارة الزراعة تفتح باب استيراد اللحوم من جورجيا، وما أن أعلنت الحكومة عن فتح استيراد الأغنام من جورجيا حتى بدأ مستوردو وتجار اللحوم تخفيض الأسعار ونشر العروض التوفيرية على اللحوم المستوردة. هذا السؤال اللي بدنا نطرحه الآن أحبتي، بما أنه الآن التجار لما عرفوا أنه في لحوم جورجية راح تيجي على الأردن وبأسعار مخفضة خفضوا الأسعار. طب ليش ما خفضتوا الأسعار من الأساس من أول قبل ما يصدر قرار من وزارة الزراعة بالسماح باستيراد اللحوم الجورجية؟ المستثمر الأردني أبو طلال العجارمة بقول، يعني بتحدث عن كلام خطير جدا وإشي بخالط الخيال أحيانا. المستثمر أبو طلال العجارمة بقول، وفي تصريحات خاصة للحقيقة الدولية، دفعت لي مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم تصدير اللحوم للأردن. هذا كلام كثير خطير. وقال أيضا المستثمر الأردني في جورجيا رضوان العجارمة أبو طلال أنه اتعرض لضغوطات كبيرة من قبل مستثمرين أردنيين كبار في قطاع اللحوم لوقف توريدها للأردن، مؤكدا أن المستثمرين عرضوا عليه مبلغ 1.5 دولار على كل كيلو لحم. يعني كل كيلو لحم ما بتصدره للأردن راح يأخذ تقريبا الدولار 70 قرش، والنص دولار يعني تقريبا راح يأخذ دينار، إلا أنه رفض ذلك من أجل أن يوفر اللحوم بأسعار تفضيلية للأردنيين. أيضا أضاف أن المستثمرين عرضوا عليه تعويض مالي كبير جدا مقابل التراجع عن تصدير اللحوم، إلا أنه رفض وأبى ذلك العرض. مش لهون وقفوا الحيتان، حيتان اللحوم واللي بيحتكروا اللحم عنا في الأردن، أيضا بلشوا يمارسوا الضغوط الكبيرة، لا بل الكبيرة جدا، مع السلطات الجورجية من أجل الضغط عليه لوقف تصدير الخراف إلى الأردن مقابل أخذ نسبة كمكافأة له. لكن كرمال الأردنيين رفض هذا المستثمر الأردني، وأكد أيضا أن ضغوطات المستثمرين الذين وصفهم بحيتان اللحوم عليه جاء بسبب
مساهمة الخراف الجورجية بتنزيل أسعار اللحوم في الأردن، مضيفا بأن المستثمرين لا يريدون أن تنخفض أسعار اللحوم بالأردن. رح نستمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع بتلقي اتصالاتكم طبعا على الأرقام التي تظهر على الشاشة مباشرة. اللي عم نسمعه كلام خطير جدا، والعروض اللي وصلت لأخونا العجارمة يعني ممكن لو شخص آخر كان ممكن أنه بقول خرافي موجودة بجورجيا وكل شيء موجود عندي وبأخذ مكافآت وبأخذ نسب وبأخذ على الكيلو اللحم اللي ما بصدره على الأردن دينار أردني، هو قاعد شوفوا قد ايه راح تجي ملايين من الدرنير من أجل أنه فقط يوقف تصدير اللحوم الجورجية على للأردن. رفض كل هذه العروض من أجل أنه يساهم فقط في أنه يسمح للمواطن الأردني أنه يأكل لحمة بأسعار يعني في متناول يد الجميع. إذن عندنا حيتان وعندنا محتكرين للحوم، والآن نزلت عندنا اللحوم يعني في السوق المحلي 3 دنانير و4 دنانير، يعني كان اللحم الأسترالي ينباع تقريبا واشتريته أنا ب8 دنانير ونص ووصل ب9. الآن لما المستثمر الأردني العجارمة صار بده يدخل اللحوم الجورجية وتصل ل4 دنانير 4 دنانير ونص، الآن بلشوا المحتكرين لهذه اللحوم بتخفيض أسعار اللحوم 3 دنانير. طب مدام أنتوا حريصين على المواطن الأردني، ليش من الأساس ما نزلتوا الأسعار قبل ما وزارة الزراعة تسمح باستيراد اللحوم الجورجية؟ ضغوط كبيرة تصل إلى يعني هذا المستثمر اللي هدفه الوحيد فقط هو أنه يوصل ويخفض أسعار اللحوم في الأردن. أحبتي، أيضا كشف العجارمة أنه راح تكون أول شحنة راح تصل إلى من اللحوم الجورجية إلى الأردن بإذن الله تعالى ستصل الأسبوع المقبل، وعددها نحو 80,000 رأس غنم. لافتا إلى أن سعر الخروف الجورجي طبعا بوزن لحم صافي 17 كيلو الخروف لحم صافي ستبلغ تكلفته في الأردن أقل من 100 دينار، يعني ممكن تصل ل 90 دينار وتصل ل 85 دينار. تخيلوا الآن إحنا اللي بيستوردوا عنا اللحوم حسب تصريحات العجارمة بتحدث عن أنه بيشتريها أو بيشتروها المحتكرين للحوم عنا في الأردن ب70 دينار، بيبيعوها للأردنيين 180 دينار، يعني أرباحهم فوق النص وزيادة. تخيلوا يعني لو أنه المواطن الأردني بيشتري اللحمة من ناس شوي بتخاف الله، كان إحنا ما وصلنا إلى أنه سعر كيلو اللحم البلدي كان ينباع ب 11 دينار، الروماني والأسترالي كان بنباع ب 8 دنانير وب 9 دنانير، يعني شيء بخلط الخيال. إذا أرباح هؤلاء يعني بتصل بالملايين على ظهر المواطن الأردني. وإحنا الآن أخونا أحمد راح يوافينا بالاتصالات حتى نستمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع الخطير جدا، ويجب علينا أن نساند طبعا هذا المستثمر الأردني اللي يعني ضحى بكل الأرباح وضحى بكل الامتيازات في سبيل إلى أنه يوصل ويوصل هذه اللحوم الجورجية طبعا إلى الأردن. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة المواطن الأردني. ومع الأسف الشديد قاعد يحارب ومن المحتكرين لهذه اللحوم وتجار اللحمة من أجل أنه مواطننا الأردني يظل يعني صعب عليه أنه يأكل كيلو لحمة، على الرغم أنه هذا حق لهذا الأردني أنه يشتري كيلو اللحمة ب6 دنانير.
وبسبع دنانير لما تكون البلدية والجورجية تكون بست دنانير، بيقدر مواطننا الأردني أنه يشتري هذا الكيلو اللحمة. أما نصل لمرحلة أنه 11 دينار كيلو اللحم البلدي، ما في مواطن أردني بيقدر يشتريها إلا يعني أعداد بسيطة فقط القادرة على شراء هذه اللحوم. بدنا نروح أنا وياك إلى فاصل حتى يزودنا زميلنا أحمد بالاتصالات لنستمع إلى آرائكم أحبتي. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم. أهلا بكم من جديد مباشرة حتى ما نتأخر عليكم بالاتصالات. نائل، السلام عليكم يا نائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. قناة الحقيقة الدولية يا أبو حبيب على هالبرنامج الشيق اللي يسمع له كل الشعب الأردني، أقسم بالله يتمنى منه، أقسم بالله. وبارك الله طلال العجارمة، لأنه اسمه طلال على الملك طلال الله يرحمه الشريف النظيف. يعني لهالدرجة أنه يعني التجار قاعدين بيحاربوا المستثمر الأردني؟ والله والله أنه مش يعني حاربوا، قاعدين الشعب، لأنهم أكثريتهم ماسونية يهودية، أقسم بالله العظيم، من غوشة والحجازي كمان، لأنهم هم اللي ضغطوا البلد وبهدلوا البلد، وتجار وأكبر التجار بالأردن أقسم بالله العظيم أنهم ماسونية يهودية. والله تجويع الشعب، والله تجويع الشعب، وذلوا أهياته. لو أنه بإبرة، لو بإبرة من الصين يجيبوها غير بهدلوا الشعب بيها. نعم، أنا بدي أشكرك على هذا الرأي وهذا الألم اللي بتتحدث فيه أخونا نائل. إلى فاضل، السلام عليكم ورحمة الله يا فاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معقول يعني المحتكرين بيشتروا الذبيحة بسبعين دينار بيبيعون إياها 180 دينار؟ يعني شو نعم. شو هالأرباح الخيالية إلهم يا سيدي العزيز؟ نعم، الله يوفقك يا دكتور. والله لو محاكمنا فيهم سيفا خاطع لقطع أرسلهم. نعم، والله لو محكمتنا تقطع أيديهم وأرسلهم ما طلعوا، بس مش حاسبين حساب للمسؤولين، ولا حاسبين حساب لأكبر مسؤول في الأردن، خصم هذول. يعني هو يعني حسب المعلومات تقدم لشكوى للمدعي العام، لأنه الآن تمارس عليه ضغوط حتى ما يدخل اللحوم الجورجي ويطعم الشعب الأردني اللي مش قادرين يشتروا اللحمة. والله لو الدولة سلمني سيف لا أدخل عليهم واحد واحد. نعم، لا أكبر واحد من الحجاز إلى غوشة إلا بسيف القاطع، لا أقطع رؤوسهم. طيب يعني أخوي فاضل، معقول يعني لهالدرجة هاي أنه تمارس الضغوط الكبيرة على مستثمر أردني فقط لأنه ورفض كل العروض، رفض العرض الدينار على كل كيلو لحمة ما يصدرها للأردن، ورفض مبالغ خيالية حسب ما صرح، ورافض هذا الأمر كل شيء. الآن تخيل لو واحد ثاني. خلينا نستمع إلى محمد من عجلون، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تحياتي يا أخي أبو حبيب، يطول بعمرك. تفضل، شو رأيك؟ رأيي هذا المستثمر له كل احترام وتحية وإجلال. نعم، احنا بنخاف عليه من المحتقرين الفاسدين. نعم، أن يصيبوا أذى، وإذا صابوا أذى الحكومة يجب عليها حمايته، نطلب من الحكومة حمايته، لأنه كشف الحقيقة. لأنه يعني حكى أنه تكلفة الذبيحة على بيشتروها بسبعين دينار بيبعوها للمواطن بمية وثمانين، هو بده يبيعك إياها بتسعين دينار، من مية وثمانين لتسعين دينار، طب هذا كفر خياره. يا أخي أبو حبيب، نعم، المواطن الأردني اللي راتبه 300 دينار
ألو بسمع لك. الليرات و300 دينار قلت على اللحم وقول له باي باي، ما تقدر يشتري كيلو لحم لأولاده. نعم. الكيلو اللحم البلدي ب 10 ليرات و 11 ليرة، والكيلو الروماني 8 ليرات، والكيلو الاسترالي كمان 8 ليرات. نعم. هذا جشع اسمه. ومع ذلك تمارس عليه ضغوط كبيرة. شكرا جزيلا أخونا محمد. شكرا أخونا محمد. خلنا نفتح مجال للآخرين لأنه عندنا اتصالات. أيضا محمد العتوم، السلام عليكم. محمد العتوم، يا ريت تسمعني من التليفون. محمد العتوم، شكرا. يبدو انه انقطع الاتصال مع اخونا محمد العتوم. يعني عم نسمع الاراء وفي يعني عتب كبير من قبل يعني المتصلين على انه لازم نسانده، لازم نقف معه. اللي بده رخصنا اللحمه اللي قاعدين بيبيعون اياها المحتكرين للحوم 180 دينار، هم بيشتروها ب 70 دينار، هو بده يبيعها للاردنيين اقل من 100 دينار. قال ممكن 100، ممكن 90، ممكن تصل ل 85 دينار صافي 17 كيلو. تخيل يعني الكيلو راح يكون ب 4 دنانير ب 5 دنانير. فيعني هالسنوات هالطويلة بنضحك علينا احنا كأردنيين. ابراهيم السلام عليكم يا ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخي الحجيز والله اني انا حاب اشارك يعني بالبرنامج. اتفضل سيدي. سيدي العزيز، يعني الكل بعرف ان الناس كلها طفرانة وفقيرة، يعني حتى معدل الرواتب يعني اقصى حد 350-400 دينار. نعم. وانا واحد كمتقاعد يعني عسكري راتبي 350 ليرة. نعم. حقيقة اللحم البلدي ما بنعرفها غير على وقت الضحايا يعني. نعم. والمستثمر هذا يعني الله يا رب طول عمره، يعني هو فتح يعني باب لا لا لشريحة كبيرة من الناس. نعم. يعني أنا لما أشتري كيلو لحم بست ليرات وخمس ليرات وخمسة ونص، الآن بقدر أنا بوفر لأولادي يعني. نعم. مادة اللحمة وهي أصلاً لحوم ترى يعني خلها من هون يعني بلدي قاعد بده يبيعك. صحيح صحيح. نعم. يعني هو يعني بفرج على شريحة كبيرة، على سواد كثير من الناس اللي الوضعها المادي مستواهم من 350 400 دينار. يعني خلي هالأردنيين يأكل لحمة تقريبا بلدية هي بما أنه خلال. صحيح صحيح صحيح. اثنين سيد العزيز، في نقطة يعني الناس بتجهلها، أنه أنا الآن لما تتوفر عندي المادة هاي بالسعر يعني مناسب لي، أنا يعني بترفع من قيمة الدينار عندي يعني حتى كمان. صحيح. يعني أنا يعني بصير ديناري بجيب المادة هاي. يعني تخيل قد ايه. شكرا، ما بدي اكلفك بالاتصال اخونا حتى نفتح المجال للاخرين. يعني تخيلوا بيشتروا الذبيحه ب 70 بيبيعوها لنا 180 دينار. طب هاي هذا قد ايه صار لهم سنوات طويله، يعني عندهم ملايين من وراء انه يعني بيبيعونا ب 11 دينار اللحم البلدي، وبيبيعونا قاعدين 8 ونص، اشترينا ب 9 الاسترالي. الان هذا العجرمي ما شاء الله عليه بده يبيعك اياه ب 6 دنانير وب 5 دنانير، ومع ذلك قاعدين بيمارسوا عليه ضغوطات كبيره. خالد من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافيه ابو حبيب. الله يعافيك يا رب. والله يا ابو حبيب هذا الاردني النسمي، هذا اللي بهمه الشعب الاردني، وهذا اللي بهمه المواطن الاردني. يعني هذا لما بيستسلم من جورجيا من هناك قاعد بيشتغل مشان الاردنيين، صح ولا لا؟ جابوا مع لقاء وطلعوا عليه وتفرجوا عليه، يعني ما شاء الله عليه ما زال مستمتع في الاردن، شو بدنا احنا من هنا؟ وهذا اللي بهمه، في ناس ما بهمه غير جيبته، هذول اللي بيرفعوا الاسعار يا ابو حبيب، ها بهمه مش غير حالهم، ما دام عبي جيبته مش سائل، لكن هذا مواطن اردني صح 100%، نعتز ونفتخر فيه، اقول لك اياها بصراحه. طب يعني ليش بيحاربوه قاعدين؟ ابو حبيب. نعم. الو. تفضل. ليش بيحاربوه؟ بيحاربوه لانه زلمه نظيف. زلمه نظيف بهم. نعم. الشعب بهم حلال، وجرب الفقر وجرب الطفر، والزلمه عاش وربى وعمل حلال وساق وشوف بزاد الله غاد، وبسبب اسم الاردن كمان، وبدهم شيء بقول لك هذا بدهم يخربوا جيابهم على حساب الشعب الاردني. بدي اشكرك حتى افتح المجال لغيرك. شكرا جزيلا اخونا خالد. الى اتصال جديد اعتقد. منير، السلام عليكم يا منير.
منير اسمعني من التليفون. نعم نعم من التليفون سيدي. نعم الله عليك، تفضل شو رايك؟ ماشي يا سيدي، بدي احكي مع ابو حبيب اللي سمعت معك. ابو حبيب على الهواء مباشره، تفضل. الله يمسك بالخير يا ابو حبيب. يا مساء الورد، كيف حالك يا سيدي؟ زمان ما شفناك والله. هيك شفتني والله. يشوفك العافيه يا رب، والله مستاجي لك يا رجل. معقول يعني يشتروا الذبيحه ب70 يبيعون اياها ب180 دينار؟ معقول لهالدرجه بيستخفوا وبيحرم المواطن الاردني من انه ياكل لحمه؟ ابو حبيب نعم والله هذا لا يجوز انه يجي متنفذ ويتحكم بالشعب الاردني. نعم. وبقول له انه كمان بده يدفع مبالغ وقدرها، بده يدفع للعجرمي. نعم. مقابل انه يسكت العجرمي ما يودي لنا لحم من عنده من جورجيا على اي اساس؟ باي حق هذا بده يصير الحكي هذا؟ الله. نعم. هو نعم. اسبوع الجاي راح تكون اول شحنه 80,000 راس غنم. ما بدنا يعني يصير في يعني اشي يقولوا لها الزلمة. يا سيد العزيز يا محترم، هذا الشخص اللي كان بده يبعث له مصاري وبيبعث له مادة وكذا مليون بحيث انه سكت العجرمي، بحيث انه العجرمي ما يبعث لنا، وهذا ظل المتنفذ يتحكم بالشعب الاردني. هذا يجب انه يتحاسب امام الشعب الاردني اللي صار له كذا سنة بتحكم بالاردنيين. نعم. اي احنا جيعانين، خلقه يخلينا بحالنا احنا كمان بهالبلد ولا لا؟ هالكروانه شو سوت بالشعب؟ دمرته ولا لا؟ صحيح. طب يعني الان هالحرب الكبيره اللي عليه وبيحاولوا انهم يرشوه وبيحاولوا يعطوه مكافآت وبيحاولوا يعطوه، ليش برايك؟ لا يجوز يا سيدي، احنا مشيد ايدنا على ايده، على بحكي باسم كل الشعب الاردني، ان نشد ايدنا على يد العجرمي، والعجرمي يودينا ويتودينا لحم من عنده من هناك من جورجيا، واحنا مستعدين نقف معاه ونشد على ايده ونقف بصفه على اي حال من الاحوال، وشو ما يصير عليه احنا مستعدين نقف معاه. يعني احنا بلاش نضحك على بعض، ب 11 دينار لحم بلدي انا ما بقدر اشتريه، ولا ثلثين الشعب الاردني بيقدروا يشتروه، خلينا نكون واضحين. مين اللي بقدر يشتري كيلو لحم ب10 دنانير وب11 دينار؟ الزلمه بده يبيعنا اياه ب5 دنانير وب4 دنانير ولحم بلدي بس يعني عايش بجورجيا، يعني ممكن يطلع احلى حتى. يخلف عليه، كثر خيره، والله بدنا نبوسه بين عيونه اقسم بالله. نعم، ويعني بارك الله فيك، شكرا جزيلا اخونا منير. ابو حبيب كبير علي، تحمل دقيقه يا ابو حبيب. اتفضل يا سيدي. افضلت هذا الشخص اللي كان بده يودي له مصاري بحيث انه يسكت يسكت العجرمي ويمنعه يودينا، يجب انه محاسبته بالقانون، ويجب انه محاسبته محاسبة عادلة، لانه هذا صار له كذا سنة بتحكم بالشعب الاردني، وهذا الشيء لا يجوز ولا لا؟ هو بده يتقدم بشكوى بس يجي على الاردن للمدة على العام، هيك يعني صرح. انا بدي اشكرك، شكرا جزيلا، شكرا فينا. اخونا منير الان بده يتقدم بشكوى بس يصل للاردن اخونا ابو طلال العجارمة، ويعني الان شيء بخلط الخيال، يعني كأنه ابو طلال العجارمة كشف السوق السوداء واللعبة الكبيرة اللي بصير بموضوع اللحوم اللي كانوا يمارسوه علينا لسنوات طويلة، المحتكرين اللحم اللي حرموا الاردنيين اللي ببيعوه الاسترالي بثمن درنير ونص وبثمانية وبسبعة واحيانا بستة ونص. الان بس سمعوا انه هالمستثمر هالأردني بده يرخص اللحم ويبيعها بأسعار تفضيلية، مباشرة نزلوا الأسعار 3 دنانير. طب ما دامك أنت حريص على الشعب الأردني وعلى المواطن الأردني، ليش ما نزلت من أول؟ بس شفت أبو طلال عجرمي بده يجيب اللحم ويبيعها بأسعار تفضيلية للأردنيين، مباشرة نزلت 3 دنانير. خلينا نأخذ اتصال جديد. أم زينة السلام عليكم. أم زينة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية عم أبو حبيب. الله يعافيك. دائما صوت مع صوت الشعب المظلوم. تسلم يا خالتي. هالبلد. تسلم. الله يسلمك. والله يا عم أبو حبيب مش عارفة شو بدي أقول لك، هم شو فارقوا معاهم؟ هم بياكلوا بيشربوا. الأسبوع الماضي لما اتصل فيك المواطن اللي بكى لأنه ولاده ما عم بيذوقوا طعم اللحمة، احنا اللي مش لاقيين ناكل ما نمنا الليل واحنا نفكر فيه. هاي الروس الكبيرة الحيتان اللي اكلت البلد شو فارق معها؟ شو ضل؟
الناس عم بصير عمر ابنه 10 سنين ومش عارف يتبحر وضحي يضحي حقق عن ابنه. ما في يعني ما في مجال. يعني انا يا عم ابو حبيب انت بتتنفس، انت لما نحضر الحلقه تبعتك نحن بنتنفس بنحس انه في حدا بيحكي بصوتنا، بس هل بيسمعوا يا عم ابو حبيب هذا الحكي؟ 100% اكيد والله ما في نفس اللي بسمعه، ولكن انا تعرف وانت بتحكي الان بشو بفكر؟ تفضل. قديه يعني صار لهم عشرات السنين تجار اللحمة، عشرات السنين قاعدين بغشونا وقاعدين بيستنزفوا، بيخلوا الأردني مش قادر يأكل لحمة، بيشتروا الذبيحة ب70 بيبيعون إياها ب180 دينار. طب هذا يعني ما في مخافة الله؟ ما بدهم يخلوا الأردني ول يعني كل جمعة ما بدهم يحرمونا أن نحط على المنسف أكم من قطعة لحمة؟ والله يا عمو أبو حبيب والله والله يمين أحاسب عليه قدام رب العالمين إنه في ناس مشتهية، والله مشتهية اللحمة، مشتهية تأكلها، والله بيمرق من جنب محل المشاوي ومحل اللحوم، والله إنه بصير يمسك ابنه ما بده إياه يشوف المحل ولا يشم الريحة لأنه مش قادر. الرجال صارت تبكي يا عمو أبو حبيب بس علشان أولادها محرومين. 12 منسف الأسبوع الماضي حضرتك بالحلقة علشان كم واحد؟ لا تزعل مني، ما بيسوى قشرة بصل وبيحاربوه قاعدين ينكب ما فارقة معهم، في مصاري في سرقة في مال حرام. بس كلياته يا عم أبو حبيبي هي جملة أخيرة، عند الله تلتقي الخصوم، عند الله تلتقي حقنا الخصوم، حقنا وحق أولادنا غير ناخده قدام رب العالمين إن شاء الله. عند الله، شكرا جزيلا أختي، تلتقي خصوم. خلينا نأخذ محمد العجار. مع السلام عليكم بدنا عور. السلام عليكم ورحمة الله أخي محمد. هلا أخ أبو حبيب. يا حياك الله، يا أهلا وسهلا. المحلي يرضى عليك وفقك. ضغوط كبيرة على أبو طلال العجار. ما حبيب حبيب أبو حبيب، الله يعطيك العافية وبارك الله فيك على هاللقاء الطيب. تسلم. رئيس مجلس عشائر العجارمة. ونعم ونعم بكل العجارمة والله. ومنك سلمك الله. يمكن أبو ركان اللي بيحكي معي. نعم صحيح. والله معروف رئيس مجلس عشائر العجارمة. أنتوا العجارمة غالين علينا، وأنت يا أبو ركان غالي كمان. الله يبقيك حبيبي، سلمك الله، الله يغليك. شو اللي عم بصير مع أبو طلال؟ يعني الآن هالضغوط ورافض كل هاي الضغوط في سبيل إنه يطعم الأردنيين الفقراء اللي زي حالاتنا أنه نأكل لحمة. والله يا سيدي هو في تغول أول إشي على الشعب الأردني. نعم. من المتغولين والتجار اللحوم في الأردن برغم أنه الخروف الروماني يصل لعمان 70 دينار ويباع 160 و170 دينار. نعم. فأغلب الشعب الأردني خلنا نقول ما عنده قدرة إنه يشتري لحمة ويأكل لحمة. صحيح. إذا الزلمة هذا عرض ابن الأردن، هذا ابن الوطن. نعم. في شعور مع الشعب الأردني على أساس إنه بده يصل، يعني حسب ما تحدث الرجل إنه الخروف بده يصل لعمان 80 دينار أردني. نعم. يعني كيلو اللحمة رايح يكون البلدي بأربع دنانير، وهذا النعيمي بلدي. نعم. الخروف النعيمي بلدي. صحيح. والله يا أبو ركان إذا صار الكيلو بأربع دنانير، لأنه زمان ما كلناش لحمة بصراحة، أكون واضح معك، لا بدي أقول لك غني أنا ولا كل يوم بأكل لحمة، نفسي أشتري 3 كيلو وأعملها على منسف بأربع دنانير الكيلو، كثر خيره بعد يعني الشكر لله. ثم لا أخونا أبو طلال أبو حبيب، في ناس كثير ما يأكل لحمة. صحيح. عندنا هان بالأردن ناس كثير، وبعدين هذا أبو طلال في تهديدات، في ضغوطات عليه، في مساومة، في دفع رشاوي إنه وقف أنت تصديرك لا تصدر، مشان الشعب اللي الشعب الأردني المعنيين المتغولين عليه. بس الأردن محمية من العائلة الهاشمية ومن الدولة، ومن احنا تحت ظل الراية الهاشمية، لن يهدد أبو طلال، وفي هاشميين بالبلد.
يعني الآن هو بده يتوجه بشكوى للمدعي العام لأنه يبدو أنه في مضايقات وصرنا احنا نخاف عليه بصراحة. خاف عليه، أنا امبارح حكيت معه بجورجيا، والله بيقول يجوا وهددوني عنده هناك، وصلوا لعنده ويهددوه أنه لا تستمر أنت مش قدنا. يعني بالله يا بركان، يعني في نقطة يعني لازم أفهمها منك، الآن وصلوا له لجورجيا وهددوه بجورجيا وقالوا له أنت مش قدنا؟ وصلوا لجورجيا وقالوا له أنت مش قدنا، مش رايح تستمر، ما بعرف يعني حديث. أنا حكيت معه امبارح بالليل زي الساعة هذه، يهددوه وهددوه ويعني دفعوا ناس يشتكوا عليه عن المدعي العام ظلم وافتراء، وهذا يعني بده ينفع البلد، بده ينفع المواطن الأردني، بده ينفع الشعب الأردني، بده يخلي اللي نفسه ما نفسه يأكل لحمة يأكل لحمة. أبو حبيب أخويا أبو ركان، أنت بتعرف أنه أحيانا بنكون يعني لا تأخذي بالكلمة هاي، ومش أنه يعني بدي أحكي، بس هذا واقع كثير من مر من عند الملاحم، والله انه الواحد لا تاخذ بالكلمه هاي نفسه انه يشتري له 2 كيلو لحمه 3 كيلو، بس يا عمي والله انه الحياه صعبه، ما بيقدر الانسان انه كل يوم لحمه كل اسبوع، احنا بدنا بالشهر ناكل لحمه يا ابو ركان. اعهدك بالله انه في ناس من السنه للسنه ما بوق اللحمه، من السنه للسنه في عندنا طبقه ما تقدر، كيلو اللحمه المستورد توصل 7.5 عندنا، البلدي وصل 10 و12 دينار. مين اللي العسكري عندنا ابو راتب 300 و400 دينار، لما بده يدفع ايجار بيت يدفع مدارس ما يقدر يشتري لحمه. وابو طلال جاي بده يساعد المواطن الاردني وبده يخليه ياكل لحمه، وين المشكله اخوي ابو ركان؟ يبدو انقطع الاتصال مع اخونا ابو ركان محمد العجار، طبعا رئيس مجلس عشائر العجار، ما شكرا جزيلا لك. روبين السلام عليكم، كيفك ابو حبيب؟ يا حياك الله، كيف حالك؟ اول شيء نشكر ابو طلال العجارني، نشكره والله كثر امثاله، والله كلنا بنشكره احنا بصراحه. والله الله كثر امثاله، ووطني وبن وطن والله العظيم. نعم، هم والله بنخاف عليه يا ابو حبيب، هذول لازم يتحاكموا مباشره، هذول اللي بيعطوه رشوه بدهم رشوه لازم يتحاكموا، مش معروفين هم؟ يعني وصلوا له لجورجيا وهددوه، يعني احنا صرنا خايفين عليه لانه كمان خايفين على حياته يعني، وبده كمان منه كل لحمه. طيب يعني هذا رجل وطني، يعني هذا بحافظ على الوطن، هذا لازم يكون عنده حمايه، يعني لازم يتحاكم هذول. نعم، هو بده يقدم شكوى للمدعي العام. نعم لازم يكون طوال شكوى كمان مباشره، يعني مو يضل هيك، لانه هذا بكره بغيط، يعني بكره بروح. يعني احنا بغشوا فينا صار لهم سنوات طويله وحارمينا من اللحمه، بيشتروها الذبيحه ب70 بيبيعوها للأردن 170 دينار، يا الله أكثر من نص قاعدين بربحوا. أبو حبيب 80% من الأردنيين بأكل لحمة، 80% 20% بأكل لحمة بس. طيب ويعني بده يعني هالزلمة هذا يقول يا الأردني تعال ببيع كل كيلو، هو زي البلدي بخمس دنانير بأربع دنانير، يا سيدي بنشتريه بست دنانير، أما ب11 دينار وب9.5 الأسترالي. طب الأردني ما بيقدر يا عمي إنه والله لو يجي له ضيوف عدم مؤاخذة مضطر إني أداين حتى أوجبهم، يعني نوع من التوجيب، يعني واحد يجينا على الدار الآن مع اللحوم الجورجية والله بصير أنا أعزم الناس أقولهم تعالوا، مش إنه يجيني ضيف. فبدهمش يعني ما بدهم إيانا نرتاح، إن شاء الله نكون محمي، إن شاء الله بلد المؤمنين يعني كان محمي يا رب العالمين إن شاء الله. أنا بدي أشكرك أخوي روبين، وبدي أشكر يعني أيضا جميع المتصلين اللي بآزروا وبساندوا أخونا أبو طلال اللي يعني بده يجيب لنا هاللحمة هاي بأسعار تفضيلية للأردنيين اللي يكون قادر إنه يأكل لحمة. محمد الخالدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياك الله أخوي محمد الخالدي، هلا، مشكور على التنبيهات الكويسة. كويس، نعم يا سيدي. يا سيدي، نعم، أول شيء ألخص لك كلامي بثلاث كلمات بس، هذا الرجل وطني وعربي أصيل وبحب شعبه
وجنسيته أردنية، أب وجد وكله. يعني أخوي محمد، شوف بالله قدي إحنا الشعب الأردني، بديش أقول مساكين، لا مش مساكين بس بسيطين. بل الآن ب70 بيشتروها الذبيحة وبيبيعونا 170، والله الواحد مش قادر يعقق لأولاده يا رجل، حرمونا حتى العقيقة يا رجل. والله مجرمين. ما بعرف يعني هالطمع لهالدرجة هاي، إيش أمه يا أخي؟ بيعني إياها 120 ليرة، بيعني إياها 110 ليرات، 180 وانت بتشتريها ب70. اقول لك يا ابو حبيب، انا عايش اردني وعايش في لبنان وعمري 80 سنه، طولة العمر يا رب. العظيم انه في عائلات فلا يعرفوا اللحم الا يشوفوه بالسوق، عرفت كيف؟ ما يقدروا يشتروا. بالله يا اخوي محمد، يعني انت ترى انا زلمه شوي يعني بتحسس من الكلام، بتقول لي في ناس من السنة للسنة، وانت عمرك 80 سنة، من السنة للسنة ما بأكلوا لحمة؟ والله غير مناسبات عند الناس، أو أنه ناس يتحسن عليهم بالأضحية، أو بجوزي حرام هيك يشوف له عزاء ويزرق مع الناس اللي تأكل عشان يأكل لحمة، أو يشوف له فرح. لا حول ولا قوة. خليني أقول لك شغلة، تفضل. الله يجيب بدنك. هذا الإنسان، هذا الناس اللي قاعدين يهددوا، والله ما هم أردنيين، ولا جده أردني، جده أبوه جده أردني، لا العجرمي هذا. يعني احنا يعني بسمع انا في ناس بحكوا لي، انا ما بدي اكلفك بالاتصال، شكرا جزيلا لاخوي محمد الخالدي، يعني في ناس بسمعهم بحكوا بقول والله يا ابو حبيب استغفر الله العظيم، بقول ما بنصدق يصير عزا حتى نروح ناكل لحمه. الله اكبر. صرنا نتمنى يعني الناس، فالزلمة قاعد بده يخفض من هالاسعار، والله يكثر خيره ويبارك فيه. حسن، السلام عليكم يا اخي حسن المرايعه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حسن المراعية من المنشية معان. ونعم كل المعانية. ومن لحيتك حويطاتنا والله. الله يطول بعمرك يا سيدي. كنا المعانية والمراعية كلها اخوان والله يخوف. طبعا وانتو اصلا تاج على الراس. كيف حالك؟ يطول بعمرك يا رب. اذا الشعب الاردني صار يدين الخبز دين، نص دينار ودينار، شو ظل فيها؟ كيف؟ الخبز الناس الاردني يدينه دين. يجيبوه بنص نيرة ونص نيرة يشتروه دين. نعم. من اللي قادر يشتري كيلو لحمة في الحالة هذه؟ والله يا عمي والله بنضحك على بعض، ب11 ليرة والله ما بنقدر نشتري. هسه انت وبتسع دنانير، والله يا عمي يمكن انه بالشهر بالشهرين حتى المواطن الاردني يقدر يشتري له 2 كيلو لحمة حتى يعمل عليها منسف ويشعر بده يرتاح، ما هو تعبان كل حياته تعب، ما بيتهنر وهيك يعني بيوم جمعة يجمع هالعيال وياكل حبيب. منسف وقطع وقيم. ابو حبيب، نعم. هسه على برنامجك قبل فتره قلت لي في واحد مسوي عزومه 12 صدر ب 12 شخص. نعم. طيب هذا علي يعمل عزومه زي هيك 12 شخص ب 12 صدر، هذا وين وشو هذا وشو هذا وشو وارد وشو كذا يعني؟ بهو توكل على الله، يعني عند الله تلتقي الخصوم. اللي بقعد عمنسف لحاله ويعمل عزيم ل 12 واحد كل واحد عمنسف، يعني ما صرف من جيبته. ابو حبيب بالله في ملاحظه اسمح لي. تفضل يا سيدي. هسه الصغار المزارعين عندنا اللي عنده 50 راس ولا عنده 100 راس زي هيك، وهذول يبيعوا يدعموا المزارعين الصغار، هذول ضاعوا في الحاله هذه. صحيح، يعني وجهة نظر، أنا لما ينحك الكلام الصح بنأيد هذا الكلام الصح. مزبوط كلامك، صحيح. أحسن في شتاء عندنا نحل في الجنوب يدعموا صغار المزارعين في العلم. صحيح، هذا اللي بدنا يا أبو حبيب. صحيح، كلامك منطقي ويجب دعمهم هذول والله. والله ناس ما في هوا يا أبو حبيب. إن شاء الله أنه يعني الأمور تفرج ودائما الرزق بالسماء، وان شاء الله انه الله ما بنسى عباده باذن الله تعالى. من معان حسن المرايعه، شكرا جزيلا لك. نبقى بمعان في معان العز، محمد كريشان، السلام عليكم. حالك؟ حياك الله. الله يمسيك بالخير والله يقويك على هالبرنامج ويسعدك يا رب. الله يطول بعمرك يا سيدي. انا بحكي لك عن مستوى العجارمي هذا، الله يطول عمره ويكسر من امثاله اول باب. امين يا الله. وهذا اللي جايه محاربين في الاردن يا ابو حبيب. طيب يعني بده يخفف على الاردنيين، بدل ما نسانده ونقول له بارك الله فيك، نحاربه يا رجل. شبعانين يا ابو حبيب. نعم.
الله يمسيك بالخير. هذول الحيتان الكبار الله لا يشبعهم، الله ربنا يشوفوها وما يكلوها ان شاء الله. يعني احنا بالناس ندعي عليهم لانه عندهم عيال وعندهم اولاد. نعم احنا بس يعني يتقوا فينا شوي، عيالهم بريين منهم يا ابو حبيب. احنا بدنا اياهم، ما بدنا ندعي عليهم، احنا بدنا يتقوا شوي في الشعب. يا دكتور والله ابو حبيب. نعم الله يمسيك بالخير. طبعا جمعان جابوا قبل فتره اجمال من السودان. نعم حاربوهم ورجعوهم، قالوا هذول لا يصلحن للبشرية. ايه ولا عداش يصلحن. ايوه رجعوهم على مصدرهم على السودان وحاربوا اللي قابلهم من معان. لا اله الا الله. الكيلو كان اليوزلندي باربع دنانير ونص، والروماني باربع دنانير ونص، والسوداني باربع دنانير ونص. يا رجل والله يبي عندك ناس من المناسبات للمناسبات، يشهد الله ابوك للحمة. مزبوط. معان وفي غير معان يعني. وبعدين يوم علمك الاسترالي باربع درنير ونص، بثمن درنير ونص الاسترالي. لا هذا بنقول لك احنا كان في معان السوداني يجيبوه من السودان اربع درنير ونص الكيلو البلدي. طيب والله مش سوداني، والله لو انه يجيبوه من اخر معمر الله غير اشتريه اذا باربع ليرات ونص لو بده تسمم، بس الواحد ياكل لحم يا رجل. والله يا دكتور يشهد الله في طبقه بسيطه، يعني في طبقه بسيطه في الاردن، اقسم باسم الله قلت لك ما بيقدروا يشتروا كيلو اللحم بعشر دنانير. صح لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الله المستعان يا ابو حبيب. ومع ذلك يعني هم ما حاربوا ابو طلال، هم حاربوا ترى الشعب الاردني اللي بدهم يحاربوه، بدهم الاردن يظل على الصيصان وعلى طيور الدجاج، واللي عم هذا الواحد بيشتهي اللحمه احيانا من يوكل جاج جاج. والله واحد صار يقاقي يا رجل. ابو حبيب ايش منه يعني يا ابو بارك الله فيك. شكرا اخوي محمد كريشان، وصلت فكرتك. خلينا نروح من معان شوي للزرقاء. ام نائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله ابو حبيب. يا حياك يا الله. الله يسلمك يا رب على هذا البرنامج وصح انسانك واحنا من حد ما سمعنا يعني هذا الخبر، اعتقد ليله امبارح كمان. نعم. بالاخبار طبعا هذا شيء مزعج للشعب الاردني كله. نعم. لكن هسه منك احنا فهمنا اكثر ببرنامجك اليوم، فهمنا اكثر شو السالفه. احنا كلنا بنشد على ايد العجرمه. نعم. حتى لو ما بدنا ناكل لحمه. لا. لا هو راح يخلينا ناكل، راح يبيعوا بخمس درنانير احسن من البلدي. معلش إيه يعني الشعب الاردني اذا كان يعني هذول الطغاة اللي كانوا متحكمين به ويبيعوا اللحمه ب 10 وب 11 وب 12 مضبوط، يروح المواطن اللي بيقدر بيشتري استرالي. وفي ناس ثلاث ارباع الشعب الاردني ما بيعرف اللحمه هاي. نعم. ولا عمره راح شراها. صح. هذا الاخ العجرمي الله يسلمه ويحميه ورب السماء ان شاء الله يكون بظله، بظل رب السماء سبحانه وتعالى. يعني الله يفرحه زي ما فرحنا. نعم الله. يا رب ينطي العافية. هذا اشتغل استثمر وتعب من شان هذا، مش باكي هو لاكيه بالشارع هذا الحلال لما اخذه وراح يستثمر بجورجيا. نعم. هذا زلمي يعني كافح ودفع من صحته من كل ومن ماله حتى استثمر وصار عنده الطاقة. طب بس بدي يعني قبل ما انسى لانه صاير انسى انا الان. طبعا. بقول لي حكيت معه والله على الواتس اب يعني صوت والهاي، اقسم. طبعا. بالله بقول لي يا ابو حبيب اني بدي اطلع على الجبال، طالع على الجبال حتى تابع حلالي وغنمي. طب الزلمة عدم مؤاخذة شو اللي جابه؟ بياخذ المصاري وهالعروض اللي اعطوه اياها وبقعد بجورجيا مكيف. انسان جاهد يعني من اجل وطنه، من اجل بلده، من اجل شعبه. نعم. الاردني الفقير الجعان اللي ما شاف اللحمه هذا له اجر عظيم عند الله. والله انه جاب واطعم هالناس اللي محرومه. طب ليش احنا نكرف يعني هذول الناس يعني المقصودين؟ ليه يعني ما بدهم شيء يعمل؟ ليش شو عامل اشي غلط تحت ربه؟ هو عمل اشي صح، لازم الشعب الاردني كله يقف معه. وصلوا له، وصلوا له يا اختي منايل، وصلوا له لجورجيا. والله هسه سامعك وانت تحكي. طيب. وانا يعني شعر بدني والله قشع. طيب. انه كيف يعني تهددوا؟ يعني هذا معناته هو مهدد هذا الظلمه. صحيح مهدد. صح. على كل الشعب كله معه، واحنا بنناشد كمان جهات المختصه، بنناشد العائله الهاشميه انها تقف لحمايه هذا الشخص
وروحه لحماية روحه. وهذول المفسدين اللي كانوا متحكمين بالأردن وبشعب الأردني الله لا يردهم إن شاء الله، ربنا إن شاء الله يكب شره عليهم وإن شاء الله من الله يخليهم لأولادهم. الله يخليهم لأولادهم. شوفوا حبيب، هم لو بدهم يعرفوا إنه إلهم أولاد والله يخلي لهم أولادهم، كان اتقوا الله بأولاد الناس برضو. ما هو كمان اتقوا الله بأولاد يا الناس. يا أم نائل، يا أم نائل، في شغلتين بغرن البني آدم، الكرسي والمصاري. هذول شافوا مصاري كثير فيعني خلص هيك تعودوا. طيب الآن طيب هم تحكموا سنوات طويلة وما كانش حدا كاشفهم، وهذا ابن الحلال أجا وعمل كذا كذا كذا، والحمد لله بخير للبلد، وهذا الحمد لله كل شيء به، يعني الله أعلم كديش أجر عظيم إنه يجيب ربي هناك ويتعب ويشتغل ويجيب للأردن وتعالوا بأسعار مفضلة اشتروا يا ناس وكلوا واشربوا، بدل ما كنا نروح نشتري بعشرة ونصير نعيط على المصاري اللي دفعناه وإحنا مروحين. لا بنعيط، لا مش بنعيط مش بنعيط وإحنا مروحين، بنعيط بعد ما ناكلهن نقول يا بي لو إنا ما اشترينا. والله لما كنت أشتريها يعني وأدفع مبلغ مثلا أكل من 2-3 كيلو يعني من واحد ما بدوش صح. مثلا لما أدفع 30 ليرة 35 ليرة والله أكل شو الميزانية راح. أنا بشتري شكرا منال أنا بشتري مثلا 3 كيلو، شكرا لك، بشتري 3 كيلو وبقعد، وما شاء الله طبعا من كل شهرين 3 شهور 4 شهور بنقعد بنوكل هالمنسف، بعد بخلص من المنسف بقعد أعيط يا بي 3 كيلو بعشرة 30 راحن يعني بهالمعدة. فالزلمة هذا بده يخفف علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا إن شاء الله بديش يعني أحكي نظر ولا بدي أعاهد، بس ان شاء الله بس يجن هالذبايح الجورجية بدي تصور بجنب خروف جورجي بقول عيونه خضر، حتى الخرفان اللي هناك حلوات جميلات بدي تصور بجنبه ان شاء الله غير عقق بإذن الله. اذا الذبيحة ب80 بعقق عقيقة بقلب قوي. انتهى وقت البرنامج، كل الشكر والتقدير الى فريق العمل، وها انا خالد خطار استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لوفائكم، دمتم في رعاية الله. رأيك بهمنا. برنامج تفاعلي يستمع إلى آرائكم في مختلف القضايا. برنامج رأيك بهمنا، لأن رأيكم بهمنا دعونا نستمع إليه لنصل إلى حلول مناسبة حول القضية التي نطرحها. برنامج رأيك بهمنا، كونوا معنا.